زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي وصول موكب الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مشروعات بترول في مدينة مسترد بمحافظة القليوبية. وإحنا طبعا عبر سكايب بنتكلم على الإنجازات في قطاع البترول وقطاع الغاز والاكتفاء الذاتي اللي قدرت مصر إن هي تحققه في منطقة المتوسط من الغاز المسير. زي ما حضراتكم شايفين وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي بموكبه بمدينة مسترد بمحافظة القليوبية، وده طبعا لافتتاح عدة مشروعات في قطاعات البترول عبر طبعا وسيلة الفيديو كونفرنس زي ما حضراتكم عارفين. كل يوم طبعا في افتتاحات، وزي ما بنقول يعني مصر وهي بتكافح الإرهاب أيضا فهي تبني وتبني وتبني. مصر بتسابق الزمن تحت قيادة الرئيس الحكيم الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويعني قبل كده كان في كمان فيما يخص التعليم العالي وقبل كده وزارة النقل، يعني مشروعات متنوعة بتتم بالتوازي وبسرعة رهيبة لمواكبة يعني التطور التكنولوجي الحديث والتليق بمستوى الذي تستحقه مصر في المنطقة وفي العالم.